كابتن هادي، أول ما عرفت خبر المستبعدين كان إيه تعليقك أو انطباعك بالنسبة للأهلي وبالنسبة للزمالك؟ وطبعا بيبقى خبر الحقيقة مش حزين شوية، لأن طبعا كنا نتمنى إن صفوف الأهلي والزمالك تكون مكتملة في هذا اليوم، يعني إن اليوم ده يعتبر فخر واعتزاز لكل المصريين إن الأهلي والزمالك الفرقتين أقوى فرقتين في مصر هما اللي هيتوج منهم بطل لأفريقيا، وبالتالي بينعكس ده على أداء اللاعبين في الملعب وإن إزاي الروح الرياضية هي اللي تكون سائدة في هذه المباراة، خاصة إن المباراة زي ما حضرتك قلت في البداية هي مباراة سبقها شوية جزء من الحماس لدى اللاعبين ولدى الفنيين ولدى المدربين ولدى الجمهور، فكله نفسه فرقته هي اللي تكون هي اللي تتوج بالبطوله. فبالتالي اي لاعب كان يتمنى ان هو يشارك في هذه المباراه، فاللاعب طبعا اكثر الما من اي حد تاني، اللي هم اللعيبه اللي استبعدوا من المباراه سواء من الاهلي ولا الزمالك اكثر الما، لان في الاخر هو فخر ايضا واعتزاز انه يلعب ويشارك يشارك في نهائي افريقيا ويرفع البطوله دي. ده بالنسبه لاي لعيب حلم وامنيه ما بتتحققش دايما باستمرار، فهي لحظات في العمر قد يحرم منها بعض اللاعبين بسبب كورونا، ولكن بنقول ان قدر الله ما شاء فعل، ولكن نتمنى اللاعبين اللي تلعب بقى تؤدي الرساله اللي احنا بنتكلم عليها في البدايه قبل الكوره هي الروح الرياضيه. مين اللي في موقف اصعب بسبب المستبعدين، الاهلي ولا الزمالك في تقديرك؟ هو طبعا الموقف بيبقى كعدد، دي قصه إن العدد هنا متساوي مع العدد هنا، ولكن ممكن يكون لعيبة الزمالك العدد الثلاث لاعبين بتوع لعيبة الزمالك كانوا هيشاركوا تقريبا في المباراة بشكل أساسي، يمكن لعيبة النادي الأهلي الثلاثة اللي موجودين ممكن كان هيشارك فيهم لاعب فقط والتاني كان هيبقى بديل والتالت ما كانش بيشارك. فبالتالي الزمالك يعني في ثلاث لعيبة بعدوا عنه شوية من حيث العدد، يعني الموقف الأصعب بالنسبة للمستبعدين حضرتك شايفه الزمالك؟ بس ممكن المضمون يختلف، يعني ممكن لعيب في النادي الأهلي يكون بقوة كبيرة جدا، يعني احتياجه أكتر من عدد في الفريق الزمالك. فهي الفكرة مش في يعني الكواليتي داخل في الموضوع والكفاءة داخلة في الموضوع، بخلاف طبعا العدد اللي هو ان الزمالك اتحرم من ثلاثه كانوا هيشاركوا في الملعب. تتفق ولا تختلف يا كابتن بشير؟ يعني